عبر عدد من المواطنين بمحافظات الجمهورية عن فخرهم بذكرى انتصارات حرب أكتوبر. وتبقى الذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم لتؤكد من جديد أن مصر تملك قيادة وشعبا وقوات مسلحة قادرة دوما على الدفاع عن أرضها. دايما بفتخر بجيش بلدي ان هو قادر ان هو يحقق الانجاز ده، ودايما بشوف ان دي حاجه كبيره قوي ان احنا المفروض كشعب مصري نفتخر بيها يعني كلنا. ذكرى انتصارات اكتوبر بتمثل للعالم كله والمصري كمان ولاي مصري بتمثل له العزه والكرامه والرفعه وكل لفظ جميل يتحط تحت مسمى ذكرى اكتوبر. ان ذكرى اكتوبر بتمثل هي اعتزاز لكل فرد مصري بالهويه المصريه بتاعته، وقد ايه ان الجيش المصري ده أعظم جيوش العالم حقيقي، وإن أي حاجة ما تقدرش على مصر ولا المصريين ولا الجيش المصري. ذكرى انتصار أكتوبر هي ذكرى عالقة في وجداننا وفي نفوس كل المصريين، إن هي ذكرى ملحمة وطنية جميلة، ومن الذكريات اللي احنا بنحتفل بيها زي ما احنا بنحتفل بكل الذكريات الوطنية اللي بتمثل لينا الانتماء والهوية المصرية الوطنية لينا. بتمثل لي فخر وعزة وكرامة لشعب مصر، من الذكريات اللي كلنا محفورة في وجداننا. حرب أكتوبر بتمثل لي فخر كبير قوي، اللي هو أنا طول ما أنا شايفة النصر ده أنا مصرية، أنا ببقى ماشية عايزة أقول للناس لا أنا مصرية. الذكرى 51 من حرب أكتوبر بحب أهني الشعب المصري وشعب مصر العظيم، جيشنا العظيم اللي سطروا ملاحم المعركة بكل بطولة وكل فخر، دي حاجة إحنا نفتخر بيها لآخر العمر طبعاً. بحب أهني جمهورية مصر العربية بذكرى 6 أكتوبر المجيد، وكل سنة وهم طيبين، وكل سنة والشعب المصري بخير. كل عام كل الشعب المصري بخير. تحية إجلال وتقدير لكل الجنود اللي شاركوا في إعادة الوطن لكل أهالينا. تحية إجلال وتقدير لكل اللي استشهدوا في أرض المعركة وفي أرض الميدان. هني الجيش المصري والشعب المصري على انتصارات أكتوبر والذكرى 51 لانتصارات نصر أكتوبر، وهني الشعب المصري وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيشنا العظيم على الانتصارات الكبيرة اللي هم قدموها لينا، واللي دايما هنفضل فخورين بها طول حياتنا إن شاء الله. حرب أكتوبر حرب عظيمة، يكفي اللي احنا انتصرنا ورفعنا راسنا قدام العرب وقدام العالم كله بحرب اكتوبر. حرب اكتوبر دي انا بعتبره احسن انجاز في العصر الحديث لمصر. لسه عايشين على حس 6 اكتوبر، واحنا برضه ما زال لغايه دلوقتي ما شاء الله الجيش بتاعنا كويس والرئيس بتاعنا كويس ومطمنين. النهارده يوم من اكتر الايام اللي احنا بنحب نحتفل بيها، يوم النصر اكتوبر المجيد، يوم رائع جدا. بفتخر بالجيش المصري في كل ذكرى لليوم ده. النهارده الذكرى 51 بفتخر بالجيش المصري فيها، فعلا الجيش المصري من اقوى الجيوش الموجوده في العالم. ذكرى 51 من ذكرى اكتوبر هي ذكرى كويسه جدا، قدرنا ان احنا ننتصر في حرب اكتوبر، وطبعا كل الدعم للجيش المصري. احب طبعا ان انا اهني جميع المصريين بالذكرى العظيمه دي لحرب اكتوبر المجيد، واللي طبعا بنفخر بيها كل سنه وبنحتفل بيها. واحب اهني جميع المصريين واشكر القياده السياسيه على دعمهم المستمر وعلى جيشنا العظيم. بهني طبعا سياده الرئيس السيسي باليوم العظيم ده، وبشكر الجيش المصري، وفرحانه لفرحه الشعب المصري على اليوم المجيد ده ان شاء الله، وربنا يحمي طبعا الجيش المصري وقوات المسلحه كلها. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وكل الشعب المصري طيبه. واحب اشكر الجيش المصري جدا على اللي هو عدى نصر اكتوبر وعدى خط بارليف. بيقولوا لك الخطه الاستراتيجيه اللي حطوها ما كناش نجحنا. كل سنه والمصريين بخير، واحب اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوداته العظيمه معانا وقيادته السياسيه، واحب اشكر الجيش المصري على مجهوداته ان هو السبب الرئيسي من ان احنا ننتصر في 6 اكتوبر، ولولا مجهوداتهم ما كناش انتصرنا ولا اي حاجه خالص. قال الله تعالى: وما النصر الا من عند الله. نهنئ شعب مصر العظيم والقوات المسلحة المصرية والسيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية في الذكرى 51 شعب مصر الأصيل، ونترحم على شهداؤنا في جنات النعيم. ترحم على السادة شهداء 6 أكتوبر في مناسبة ذكرى أكتوبر المجيدة،
أكتوبر المجيدة، تلك الذكرى التي غيرت مجرى الحياة، التي غيرت التاريخ، التي أثبتت أن الجندي المصري شجاع لا يهاب، لا يهاب.